الاضحى بديتو كتفكروا في العيد بديتو كتوجدوا له شويه تقول لي سمية خلعتنا اليوم ناري جبدتنا الامتحانات وجبدت لنا العيد الكبير حنا ناسيين هادشي اي الحمد لله الله يكثر الافراح يا ربي ورزقنا بالرزيق للجميع وان شاء الله يا ربي تخلي علينا هاد الاجواء ديال العيد برزيقه بالهنا والتيسير وبقدوم جاليتنا المغربيه ان شاء الله اللي فرحانين بها ولمه الاسر والعائله المغربيه ونحيوا موروثنا الجميل وهادو ما عادات هادو ما تقاليد تربينا عليها ولفناها واعتدينا لها وكما تنقولوا العيد كبير ففرحته كبيره والتهيئ ديالو كيكون كبير ولكن دائما تنقولوا ناكلوا ونقيسوا حويجات تقدر انها تضرنا حويجات تقدر تفيدنا كيفاش ندوزوا طقوس ديال العيد كيفاش نوجدوا الاضحيه ديالنا التوابل وعدد من الامور اللي بطبيعه الحال غنحتاجوا لها في الاجواء ديال الاستعدادات ان شاء الله فعواشركم بروكه بغيتكم تنضموا لينا تشاركونا وطرحوا الاسئله ديالكم للدكتور اكرام الحلولي دكتور اختصاصيه في الجهاز الهضمي والتغذيه صباح النور دكتور صباح الخير سمية هذا شرف الحمد لله ربي يخليك ورمضان شفتك دابا في العيد اكزاكتومون حنا كنواكبوا المراحل الهامه ديال الحياه المغربيه دونك الحمد لله الحمد لله هادو هما اللي الكادغ لا في تيعطيونا شويه ديال الملوحه ديال الحياه حلاوه الحياه اللي كنضحكوا فيها ولكن يعطيها واحد الحلاوه زوينه فالله يدخل عليهم ان شاء الله بصحيحه والسلامه ياك اللهم امين علينا وعليكم ان شاء الله بصحيحه والسلامه والحمد لله لقاو كاع جميع المغاربه يحضروا لهذا العيد الكبير بصحيحتهم هذا الشيء اللي تنتمناو ان شاء الله الحصه ديالنا اليوم نحاولوا نعطيو بعض النصائح وحنا سورتو غنستمعوا للاسئله ديالهم باش الاسئله نعطيوهم اجوبه اللي تعاونهم باش يدوزوا مرحله العيد مرحله مناسبه ان شاء الله هذا الشيء اللي كنتمناو بلا اضرار صحيه بلا مشاكل خصوصا غادي نراعيو مختلف الفئات العمريه الكبار والصغار وحتى مثلا اللي غيقضي معنا هنا في الاجواء الحمد لله العيد ولا اللي في الحج ان شاء الله كذلك الحجاج ديالنا الميامين ايضا غادي نتكلموا عليهم شويه ياك قولي عندي واحد بين قوسين حاجه خاصه ياكلوا بس طمني لا 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 غير حتى هما دابا تيوجدوا ما عندهم دوبل توجيده ديال الحجاج وديال العيد الكبير يعني خلطنا نعاونوهم حتى هما باش ما تبقاش ديك الخلعه ويبقاو دايرين بالهم وديكشي والتغذيه وارتفاع درجه الحراره ونخافوا عليهم ياك الصحه ديالهم واغلبيه المشاكل اللي كتقدر تواجه باش يكون على اطلاع زعما يكونوا حتى هما واعيين معنا ويديروا الحمايه ديالهم والوقايه قبل كل شيء الوقايه افضل من العلاج هذا الشيء اللي كاين طيب دكتور اكرام حلولي اليوم حديثنا غادي يكون شوف اليوم زوين ان شاء الله متعه اسريه بغيتكم تقاسموا معنا الحديث طرحوا لنا الاسئله ديالكم اللي بغيتوا ارقامنا 0522 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33 نذكر تخصص دكتور اكرام الحلولي دكتور اختصاصيه في الجهاز الهضمي والتغذيه طيب حبيبتي تحضيرات العيد الاضحى ان شاء الله اكيد قتينا الاضحيه وما لازم من الاضحيه التوابل والعطريه والحويجات اخرى اللي كنحتاجو خصوصيات غيكون في الصيف ارتفاع درجه الحراره بعدا نتكلموا شويه ياك وي على هاد الامور ايفيكتيفمون لان العيد الكبير كيجي خاصنا نوجدوا له باش يكون عندنا المنطقه المناسبه باش نحطوا هذيك الاضحيه لان ماشي هو غير الذبيحه ولكن من بعد خاص لا كونسيرفاسيون يعني المحافظه عليها التخزين درجه الحراره لان ما يمكنش ناكلوه كامل في يومين يعني خاصنا ولا خاصنا ولا يومين ما يمكنش كاين ضروري حق البعيد او تنذكر واحد النقطه مهمه هو انه العيد راه سنه وانه سنه مؤكده وانه خاصنا نعيدو بالضبط ولكن خاصنا نصدقوا لان ماشي غير ناكلوا هذاك الاضحيه كلها دونك الحمد لله هي مناسبه تتجمع فيها القريب والبعيد وتتجمعوا الصغار والكبار وكل شيء تيكون واحد الجو عائلي دونك الناس تيوجدوا شي شويه تيوجدوا الاواني ولكن تيوجدوا حتى لي زيبيس العطريه دونك هذا تي بوين اللي نبغي نهضر عليه هو بحال دابا كان عند السيدات الا كان عندهم الوقت هما ديك العطريه ديالهم يصوبوها على يديهم باش كومسا يطحنوا داك بحال سكينجبير وداك الشيء يكون بطريقه طبيعيه ما يكونش فيه مصنعات ما عندناش نزيدوا علينا ويتكيسوا في الاستعمال ديالو مزيان دونك هذه اول خطوه غنبداو بها بحكم الاستعدادات الاوليه المسبقه حنا علاش بدينا بكري ان شاء الله نعطيهم فرصه الوقت ماشي يقول لك درتونا يلا قلتوا لنا المعلومه حنا ما عارفينش توابل نركزوا على التوابل العطريه تخاد طريه وتصدق على اليد اكزاكت اكزاكت لان فيها منفعه توابل بحال سكنجبير بحال الخرقوم البزار الابيض ولا البزار الكحل ديالنا هادشي كله كنحتاجوه هادشي الحمد لله في المغرب كله متواجد ولكن من الاحسن باش تكون نستافدوا من المنافع الصحيه ديالو ماشي غير من اللذه ولا اللون ديالو ولكن حتى المنافع الصحيه نطحنوهم على يدينا ونستعملوهم نحطوهم في مكان سك ناشف زعما ما تيشوف الشمس باش من نهار نبغيو
نستعملهم يكون فيها مشكل يكون هذا. الوغ اوسي توجد ديال العيد الكبير ماشي غير اللحم, خاصنا نوجدوا حتى الخضر الفواكه لي سالاد. انا هذه اللي زعما تنبغي ان ناكد عليها لان مهمه داك النهار تناكلوا اللحم ولكن خاصنا ناكلوه بالقياس. يعني نكونوا نوجدوا معها داك الخضروات الخضراء لي سالاد لي كروديتي باش نوجدوا المعده ديالنا الامتصاص باش تستافد من المنافع ديال اللحم ولكن حتى المنافع ديال الاغذيه الاخرى بدون تخمه وبدون ما يكون مشاكل في الجهاز الهضمي. خصوصا انه خليتها ثلاثه الوجبات كيقول لي كلها معتمده على اللحم, فطور اللحم, غدا اللحم, عشاء اللحم. كاين تقاليد كاين عادات عند بعض الاسر كيمشيو بهذا الترتيب يعني باش ما نكذبوش. لا لا هادشي كاين الناس كيف فطر قطبان ما العاده ما انا ما ندير جوستومون العاده راه القطبان ومن بعد التقليه ومن بعد الراس دونك غير الواحد يحاول يدوق شويه من هنا وشويه من هنا باش يدير كل حاجه خطره غير ما يتقلش بزاف لان هذا الوغ جوج خصنا نفرقوا بين جوج انواع ديال الناس. كاين الناس اللي مرضى وكاين الناس العاديين. الناس شرطي النقطة مزيانة نبداو بهذه القضية نفرقوا ما بين الناس اللي الحمد لله ربي نعمهم بصحتهم وما بين الناس اللي عندهم احتياج خاص صحي. احتياج خاص صحي يعني مثلا الناس اللي تدوزوا على القلب, على السكر, على التنسيون, على الكوليسترول, هادو تنصحهم نصيحة أنهم استشارة طبية ديال الطبيب المختص ديالهم قبل ما يجي العيد كوم سا يعطيهم. راه ما غيمنع لكمش الطبيب راه ما تيمنعش ولكن هي تيقول لك شنو هما النصائح تيقاد لك الدواء تعطيك النصائح اللي غتاكل بها هذيك الأضحية بدون مشاكل بالنسبة للصحة ديالك. يعني جانسيست سوغ لا كونسلطاسيون ولا غير يعيطوا للطبيب ديالهم باش يعرفوا يعطوهم. حيت كاين مثلا نعطي المثل ديالنا حنا الناس اللي متبعين على الكوليسترول ولا التريغليسيريد يعني ثلاثي الشحوم, هادو الكمية اللي خصهم ياكلوا خاصها تكون خفيفة وخاصها يكون غير ديك الشيء غير اللحم ناشف ويتنقى من الشحمة والبولفة في نقصوا منه. يعني راه غياكلوا ولكن ما غياكلوش ماشي تيديروا اون كريز ولا شي حاجة ذاك النهار. وانا باقي عندنا متسع الوقت نديروا الفحوصات الطبية ديالنا نستشروا الطبيب ديالنا المعالج ياك اكزاكتومون. كاين الناس عاوتاني اللي عندهم السكري لان مرض السكري راه حتى واخا اللحم ما فيهش سكري ولكن اي بو ديستابيليزي يعني تخربق النظام تخربق النظام ديال السكر سورتو كو داك النهار تتكون حتى حلوه تتكون حتى هذا يعني الواحد وتيكونوا الناس مجموعين غيدوق من هنا غيخوض هذا هي هادشي اللي كاين زيد الحقيقه المغربيه يعني الابداعات والحداقه والكلاس يا لالا وداك صار طويل وناكلو متعطل يعني هادشي بالضبط. الوغ كاين الناس عاوتاني ديال اللي عندهم الحجر في المراره هادو خاصه تنعطيهم نقطه نصيحه ديالي. الوغ الحجر نديرو واحد بحال نقولوا ان غابيل اناتوميك يعني شنو هي المراره. المراره واحد العضو عندنا تتعاون مع الكبد اللي الوغ الكبد هو المسؤول عن تصفيه كاع ديال المواد اللي ما مزياناش في الذات مثلا الدهون مثلا لي ديشي ديال الادويه مثلا الله يحفظ الناس اللي كي اللي تيديروا الكول وديك الشيء دونك هادشي كله كيدوز في الكبد وكيتصفى داكوغ. الوغ المراره الوغ والكبد باش كيفاش كيدير هاد العمليه بافراز المرار المرار كي هي لابيل. الوغ ملي تيفرزها باش كيعاون باش تيعاون انه الهضم تيكون بطريقه منتظمه. داك الشيء اللي شاط في لابيل في المرار كيمشي كيتخبى في المراره. يعني المراره هو واحد العضو سميتو ان اورغان ريزيرفوار بحال واحد الخنيشه كتخبي فيها بالضبط. دونك ملي تتكون لابيل اللي هي لا كاليتي ديالها مزيان كلينا مزيان ماكله عاديه منتظمه حتى لابيل حتى المرار تيكون مزيان يعني كيتهضم كيهضم لينا كدوز المسائل في هذا. ملي تناكلوا بزاف ديال الدهنيات يعني تنكثروا على القدرات ديال الكبد ديالنا تيولي حتى داك المرار ميدم شي شويه اكثر اي دونك تما فين كيت بحال نقولوا تترسب
ترسب في المراره يعني سيديمونطاسيون وتعطينا هو اللي تيتكور وتعطينا دوك الكريات هما الحجيرات ديال المراره. يعني الناس اللي عندهم اللي ما عندهمش الحمد لله ولكن اللي عندهم ديجا عارفين حجره في المراره ومثلا باقي ما حيدوهاش ولا باقي ما فتحوهاش ولا قال لهم الطبيب غير مراقبه هادو خاصه يردوا البال لان ملي كتاكل اللحم يعني كتفرز المرار بكميه كثيره دونك ديك المراره تتحرك بتدير تقلصات بكميه غير منتظمه دونك تقدر يدير اون كريز ديال لا كوليسيستيت يعني المراره ولا شي حاجه تصدق نايض اون اورجونس الوغ كو الا كان غير شي كميه قليله راه غيكون مش الله يحفظك. حنا بغينا فرحه العيد تكمل ان شاء الله ما بغيناش مشاكل ما بغيناش ازمات ما بغيناش مستعجلات الله يحفظك يعني يوصلكم ليها هذا الشيء علاش حنا قلنا الوقايه خير من العلاج. الانسان يدبر الامر ديالو ويدوق حويجه من الحويجات وماشي نكثروا بزاف وندير من خلقو توازن اللي هو اساسي ومعقول. طيب دكتور اكرام الحلولي دكتور اختصاصي في الجهاز الهضمي والتغذيه شملتينا صراحه موضوع مهم اللي هو الجهاز الهضمي والتغذيه كيفاش نصقوا باش ما نضروش الجهاز الهضمي ديالنا وناكلوا حوايجات اللي هي مفيده واساسيه. احنا غادي نتكلموا على الامراض اللي ممنوع فيها تماما ياخذوا شويه ديال اللحم ولكن واش نقدروا ولا ما نقدروش لاكوت ممكن الوغ لاكوت الوغ كاين دو تيب دو غوت لاكوت اللي هي دياغنوستيكي يعني كياخذ الدواء دونك هذا نورمالمون من الاحسن ما ياخذ اللحم اللي ناشف اللي غنقولوا يقدروا يذبحوا المعزي ولا داكشي اللي ناشف فريمون ناشف ماشي فريمون ناشف ولا بطريقه وتطا الوغ الطهي غنوصلوا له الطهي مهم يعني انه داك الفاخر ولا الشوايه راه احسن طريقه ديالنا ولا مبخر يعني ماشي في الشحمه ديالو بولفاف وهذا هذوك مشاكل دونك اللي عندهم لاكوت هذيك لاكوت الماده كتطلع الا كليتي اللحم من الكبده والقلب والدواره هي اللي تطلع بزاف دونك هادو تفاداو تفاداو الا بغاو يذوقوا حنا تنقول لهم انا باش المرضى ديالي باش كنقول لهم ما تيتهاوشوش تنعطيو الشهوه ديالك طيب ديال اللحم ناشف غير باش البركه صافي وكتكمل بلا سالاد وتكمل بشي حوايج اخرين باش ماشي باش تيدوق ديك البركه ديال نهار العيد. بالنسبه للكبده النهار الاول الكبده بوغ لي جون اللي عندهم لاكوت بالدواء من الاحسن لا والو تطريف والو لا من الاحسن يذوق راه غيذوق وحيده جوج ولكن ماشي بولفاف وهذا الوغ اللي عاطينهم غير غيجيم هادو كيقدروا يذوقوا حتى هما كلشي في الكميه راه الداس ديالنا راه الحمد لله تيمكن لها تصفي كلشي ولكن كلشي في الكميه ما خصناش نكثروا عليها باش ما نصدقوش واحدين. طيب ان شاء الله حبيبتي فاكيد هذا هو شعرنا اليوم الوقايه مسبقه باش ندوزوا اجواء ديال عيد الاضحى ان شاء الله بكامل الصحه والعافيه والسلامه مختلف الفئات العمريه احنا كنراعيو الكبار والصغار والمسنين. مرحبا بكم شاركوا معنا حديثنا تقاليدنا طقوسنا عاداتنا تحضيرات فين وصلتوا الى عندكم اي سؤال دكتور اكرام الحلولي دكتور اختصاصي في الجهاز الهضمي والتغذيه مواكبه بايام العيد الاضحى ان شاء الله مرحبا بكم معنا بعد فاصل قصير. انتم لاحظتوا فاصل قصير جدا لانه عندنا بزاف ما يتهضر ياك وبزاف حويجات غنتقاسموا معكم رفقه الدكتور اكرام الحلولي دكتور اختصاصي في الجهاز الهضمي والتغذيه مواكبه معكم ايام تحضيرات عيد الاضحى سعيد ان شاء الله في التغذيه ديالنا وحتى في الطقوس وفي العادات لا ضرر ولا ضرار كنا ياك على صحتنا وناكلوا ونقيسوا. مرحبا بك حبيبتي معنا من جديد وغادي نمشيو نستقبلوا مكالمات الحدقه تما بداو كيبانوا لينا نمشيو ناخذوا الحدقه عايشه شوفوا فين وصلت في التحضيرات وشو السؤال ديالها. مرحبا بك للعيشة. صباح الخير كيفاش صباحكم مبروك صباح النور نورا وتبارك كل ما تمنيتو ان شاء الله تعايدوا وتعاودوا حنا وانتي ان شاء الله للعيشة. مرحبا بك صباح الخير للعيشة. مرحبا بك فكرناك في الاجواء العيد ياك انت ناسيه ولا مفكره ولا بديتي ولا مازال لا مفكره ومشيت عند الطبيب برافو لك برافو لك وسولت باش نعرف اسمي وكاين لا انت مجتهده انت يا برافو لك باردون عطاني التحليله ديال لاسيديريك اييه لان واحد الوقيته كانت عندي مرتفعه وكنت درت ديغيزي وتغذيه يعني متوازنه والحمد لله ولكن دابا مع قرب العيد خفت يكون عندي شي مشكل اولا شي مشيت درت تحليله قال لي طالعه شويه ما تاخذيش تقلية على الراس الكرعين وانا قررت ما غاديش ناخذ كاع بالكل اللحم الغنمي واش ما عنديش يعني الا خديت اللحم البقري واش ما كاينش شي اعراض على لاسيديريك اولا اللحم الاحمر بصفه عامه هذا هو السؤال ديالي.
واخا مرحبا بسؤال ديالك العيشه. وبعدا تبارك الله عليك راك درتي المراحل قبل من على بال على مشيتي دوزتي الحمد لله. الوغ عندك لاسي دو ري قلتي كيطلع لك شي شويه، دونك انا النصيحه ديالي مزيان بعدا الحمد لله عرفتي اش كاين، ما كاينش مشكل اخر ديال السكر ولا شي حاجه اخرى؟ لا لا ما عنديش الحمد لله، ما عندي لا طونسيون هذاك عادي كناخذ الادويه ديالو منتظمه يعني مراقب هادشي ديال داكو طبيب وندير التحاليل كندير امبيلون كل عام ولا كل ويوا وكاع très bien تبارك الله عليك. دونك باش نرجع للسؤال ديالك ايفيكتيفمون لاسيدوريك هو اللي قلنا تيطلع سورتو في المواد ديال لي زابا يعني بحال الكبده القلب الدواره التقليه هادو هما اللي تيطلعوا بزاف وخاصه ديال الغنمي. دونك الا كان الا بغيتي تذوقي مثلا الغنمي راه غتاخذي غير طيب ناشف تحيدي منه الشحمه كاع مي فريمون طيب واحد، ولكن البقري كان افضل لا البقري لا المعزي كان افضل لان الكميه الكوليسترول راه من غير داك الشحمه خاص تعرفوا المستمعين هو انه اللحم الداخل ديالو الدهنيات راه ماشي ديك الشحمه اللي تنشوفوا بيضاء يعني ولو داك اللحم واخا اللحم ناشف حمر ديال البقري ماشي هو ما فيهش المكونات الدهنيه نفسها بنفس الكميه كل الغنمي. دونك الا خديتي البقري كان افضل، مي حتى هو الكبده والقلب ديالو راه شويه هذا حتى هما كيطلعوا لاسيدوريك يعني البقري تو بو بروندغ اللحم لا فيوند هي ديرها قطيبات ولا كفته ولا شي حاجه باش كوم سا تعيدي معاهم ولا كاع المعزي ولا هذا، مي الكبده غتذوقي واحد شويه وصافي. واه 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 وبالصحة والراحة للعيشة. الله يخطيك حبيبتي شكرا لك. وأسمع الإذاعة. الله يرضي مرحبا على واجب. مرحبا بك للعيشة شرفتينا. طيب حبيبتي سلامي لكاع المستمعين ديالنا اللي باغيين يتواصلوا مع الدكتور إكرام الحلولي، دكتور اختصاصي في الجهاز الهضمي والتغذية، مواكبة معنا أيام وتحضيرات عيد الأضحى السعيد إن شاء الله، الله يدخلوا لنا بالهنا والراحة والصحيحة والرزيق والله يفرحكم كاملين إن شاء الله يا ربي بنتائج وليداتكم تدوز الأفرحة كاملة إن شاء الله يا ربي. طيب غادي ندوزو ناخذو سميه من كازا. صباح الخير سميه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك. بارك الله فيك يا رنا. عرفت انا بغيت نسول الدكتوره درت التحاليل هاد اليومين ديال السكر ولقيت الخزان 26 ولقيت في التحليله ما فطراش غرام و15 وبغيت نعرف واش دابا انا باديه السكر واش خصني ناكل. الو السلام عليكم لاله سميه لاباس كي دايره؟ مرحبا بسؤال ديالك. الو الحمد لله هاد التحليل راه مزيانه. الو باش كنهضروا حنا على السكري هو خاص تحليله ديال ما واكلين شفايته 1.26 وخاصنا ماشي تحليله وحده خاصنا نديروها على جوج مرات داكوغ. مي دابا انت عندك يلا 1.15 يعني فتي داك واحد يعني حنا في هاد لو كاد فيغور كنعطيوهم غير ريجيم تتنقصي شي شويه من السكريات. الوغ النقطه الثانيه هو مزيان انه درتي الخزان ديال السكر. الوغ الخزان السكر تيعطينا فكره ديال 3 شهور واش كان السكر تيطلع لك ولا تيهبط. نو مزيان الحمد لله ماشي نورمالمون هو افضل خصو يكون هابط على 6. مي دابا انت قلتي 6.3 ياك 6.2 يعني ما تخافش منه غادي غير تحطي شي شويه وصافي. ماشي سكري باقي هذا ماشي سكري، مي خاصك غير زياده في السكر خاصك تنقصي تشربي الماء بزاف باش تعاوني الداس ديالك باش تصفي داك السكريات من هذا وديري واحد المجهود شويه زايد يعني تحاولي تمشاي ولا تقدري تحركي شي شويه راه تقدري تصفي هذا الشيء بطريقه عاديه بلا دواء بلا حتى شي حاجه. عفاك دكتور عندي واحد السؤال. دابا انا عندي هاد الرغبه الكثيره في السكر دابا حاولت كنحيدها. الو وي كنسمعك. بديت كنشرب اتاي مسكر بحال دابا جيت من تمشيت درت غير لا مارش ما كنديرش لاصال ولا شي حاجه كنقدر مزيان لا مارش تري بيان حتى لا مارش راه مزيانه غير خاصك تفوت تحاولي تفوتي واحد المده ديال 45 دقيقه باش الداس ديالك تبدا تصفيه وباش تنعرفوا انه ليفور فيزيك يعني داك الرياضه انها مجهود البدني انه نقص لينا من هذا هو خاصنا نعرقوا تيخرج تيخرجوا دوك الدهون ودوك الدهنيات تيخرجوا في لا ترانسبيراسيون. دابا انا اسمحي لي عندي سكان كنفطر بالبيض مثلا ولا سبينار كنفطر بالخس الخيار ولكن كتبقى عندي ديك النقيشه ديال السكر. فدابا بحال اليوم خديت كاري ديال الشوكولا نوار
واش ما خصنيش ناخذو. الوغ مزيان هاد السؤال اللي عندك، لان ايفيكتيفمون الداس ديالنا تتولف حيت السكر راه بحال واحد لا دروغ، يعني كتولي مدمنه، كتولي من ايفيكتيفمون كيجيك الحنين. الوغ كاينه واحد الدراسه انها ايتي كومباري ا ليغوين، ماشي تا لا دروغ العادي، يعني الناس اللي تياكلوا السكريات بزاف بحال اللي تيتقطعوا. دونك هادي حاله عاديه، مزيان انه الداس ديالك راه خدام مزيان. الوغ انا النصيحه اللي غنعطيك هو غتاخذي السكر، وكاين غتاخذي السكر اللي هو طبيعي، يعني غتاخدي ملي غتجيك ديك الرغبه غير خدي، مي غتاخدي جوج تمرات، غتاخدي مثلا نص بنانه ولا بنانه، غتاخدي شويه ديال الفاكهه داك شريحه مشماش، يعني هادو سكريات طبيعيه اللي الداس ديالنا ساهل عليه. الا كاع اقتدر الامر لو شوكولا نواغ، من الاحسن نفضلوا الاسود اللي ما هو فيه قل من الدهنيات، فايت 78% ديال الكاكاو، يعني راه واخا تيكون مر شي شويه ولكن تعاوننا على تعطينا هذيك لونفي بحال اللي كليتي السكر وما فيهش الضرر بزاف، يعني ان بوتي كاري بار جور ما تفوتيش، ماشي في وسط النهار كله. داكو واخا وانا نحاول. وشو نصيحه اخرى اللي غنقول لك، هاد المرحله راه غير في الاول، راه ماشي غتبقاي ديما، راه فاش نبداو هاد، حيت هذا راه ماشي حميه، راه غير واحد النظام، من الاحسن دخلي في راسك، ماشي قولي غيجيم، لا قولي راه غادي غير نحضر مع الداس ديالي باش ما يطلع ليش، يعني غتبداي تنقصي مره وبحال دابا مره في السيمانه الا تشهيتي شي حاجه غتذوقها، مي باش تحاولي تطولي، لان ماشي المشكل واحد يزير على راسو في اسبوع ولا اسبوعين ومن بعد يمشي عاود يمشي للباتيسري ويبدا ياكل ويهال، خاصو يشد شديها في هذا، اي هاد لا سونساسيون، هاد الاحساس ديال الرغبه بالسكر كتكون بين شهر وثلاث شهور، من بعد الداس ديالنا كتنسى كومبليتمون، كيوليو الناس داكشي، علاش حنا تنقولوا بحال اتاي وداكشي، تنقول لهم نقصوا، تنقول لهم تدريجيا نقص، بحال دابا كنتي تدير ثلاثه نقص دير جوج، واحد اسبوع اسبوع اللي من بعد وحده، ومن بعد الداس ديالك راه بحال اللي تنعاونوها وتنلعبوا معاها. شكرا دكتوره، ما كاين مشكل. شكرا لك سميه، حبيت هذا السؤال ديالك، نهارك مبروك، شكرا لك. قدي ديال التعاون مزيان هذه الفكره، ما بين قلتي لي شهر شهر وثلاث شهور، الماكسيموم سي 3 شهور صافي، ومن بعد الدات كتعود وكتنسى المذاق الطيبه ديالها. حتى المعده تقدر، حيت المعده راه بحال ان موسكل، يعني تقدر تيصغار، ما تيبقاش حتى ديك الكميه، شحال ما خدمناه شحال ما تيكبر، شحال ما عطيناه كميه قليله تيولي يشبع بكميه قليله. كميه قليله. على ذكر السكريات، مزيان ملي شارت سميه السكريات، انا كنت غادي نطرح هذا السؤال ديال علاقتنا موروثنا وتقاليدنا باتاي وشرب اتاي. مواكبنا في الاجواء ديال عيد الاضحى ضروري كنديروا القطبان مع اتاي، كنديروا الحم اتاي، فبالتالي انه هذا اتاي واش كيسهل علينا امتصاص الحديد اللي كاين متوفر في ذاك اللحم اللي غنستافدوا منه وغناكلوه، ولا تيعيق لنا الامتصاص ديالو، فامتى غنشربوا اتاي وكيفاش غنشربوا اتاي؟ انا مزيان هذا السؤال، لان ايفيكتيفمون هذه العاده اللي عندنا باش نحاولوا نهضموا داك الدهنيات واللحم خاصنا ندوزوه باتاي، سوف كو خاصنا نعرفوا اللحم علاش مزيان، راه هو مزيان للصحه ملي ما تيكونش مشكل ديال الصحه، لانه هو غني بالبروتينات اولا الحيوانيه، وغني سورتو بالحديد، كميه الحديد. غنعطي واحد النقطه مهمه، هو انه في الداس ديالنا اون اون كونتيتي، واحد الكميه اللي غنمتصو، واخا ناكلو طرف ديال 100 غرام ولا طرف ديال كيلو، راه الداس ديالنا ما غتمتص غير واحد 30 ملي غرام، يعني ما الكم بحال اللي الدات كتاخذ داكشي اللي خصها وشي الاخر كتلوحو. دونك سي اون ابسوربسيون سيليكتيف ايفيكتيفمون. دونك داكشي علاش تنقولوا الواحد ملي تياكل غير بالنخوه شويه شويه شويه، راه تياخذ المنفعه ولكن شي الاخر ما تضيعوش، تياخذوا في وجبه واحده اخرى. داكو دونك هذه من الامتصاص ديال الحديد. الوغ اليمون نقطه ثانيه مزيانه، هو انه الامتصاص ديال الحديد الداس ديالنا عندها اون ابسوربسيون كومبيتيتيف، يعني ما يمكنش تاخذ الحديد في نفس الوقت والكالسيوم، يعني عندها بحال اللي تختار مره الحديد مره الكالسيوم، يعني الناس حتى هذه من غير اللحم، من الناس اللي تياخذوا داك المكملات الغذائيه تنديروا سوا اون كور ديال الحديد بوحدها تكيساليوها لمده شهر، وعاد خاصك عاد دير بحال دابا اون كور ديال الكالسيوم، ما خديتيهم بجوج راه ما تستافد حتى وحده فيهم. دونك هاد النقطة ما نرجع لأتاي سمية. أتاي مهم راه مشكلة ما غنقدروش نحيدو، تقولي للناس ما تشربوش أتاي. الحديد إلي ميو أبسوربي، يعني الامتصاص ديالو تيكون أحسن بلا فيتامين سي،
يعني داك اللحم غنقدروا نزيدوا معاه مثلا المواد الغنيه بلا فيتامين سي، عندنا القزبر، المعدنوس، الربيع سورتو الا كان خضر جديد. دونك هادشي علاش تهادو من الحوايج اللي تيوجدوا الناس دونك تيكونوا معاهم. كاين الحامض، كاين الحلحل، راه معروفين المواد اللي فيهم فيتامين سي. الاتاي نورمالمون خاصنا واحد بحال نقول واحد ساعه تقريبا حتى ساعتين من الافضل من بعد الوجبه، من بعد الوجبه باش يكون باش ننتفع استفاده اكثر. واكيد ما نهضروش على الحلاوه. هاد الناس اللي عندهم ناقص، اللي عندهم الحديد ناقص، من الناس اللي ما عندهمش مشكل في الحديد راه تيديروا تياكلوا صافي. دونك هادو لي جون اون بارل دي جون كي سون انيميك، اللي عندهم المشكل ديال الامتصاص ديال الحديد ناقص عندهم. اما الناس العاديه راه غياخذ شويه وصافي، يعني راه غيعرف انه هو ملي غياخذ معاه اتاي راه غينقص الكميه ديال الامتصاص، ولكن هو ردات ديالو عاديه. صح، ربما تكون اقل ضرر ان نشربوها بالصودا ولا بالمياه الغازيه ولا بالمشروبات الغازيه فاقل ضرر غيكون. لبر بيشرب لي اتاي وما يشربش المشروب الغازي. الماء 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 هو الاول، هو اللي تنأكد عليه لانه هو اللي تيعاون الهضم وتيعاون الدس باش لا تدوز الوجبه. لا تدوز الوجبه اللهم اتاي ولا المشروبات الغازيه، لان المشروبات لان فاش يدخل اللحم من الحوايج اللي صعاب شي شويه على الجهاز الهضمي باش يديرهم، دونك تيكون واحد التخمر. الا يعني حنا الانتيستا ولا المعي الامعاء ديالنا هما تيفرزوا واحد الغازات، الا زدنا ليهم المشروبات الغازيه هي فين تتنفخ داك الكرش وتطلع داك الشيء الراس وتولي الواحد تياكل وتتكى. صح، وكيكثر الاستهلاك ديالها في هذه الاجواء ديال العيد. بالضبط، باش نكونوا واضحين. يعني بزاف الناس كتعتمد عليها، حيت الناس تعتمدوا عليها باش تهضموا بها، باش بحال بلا ما نقولوا سميه والماس ولا هذا. لا 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 ما تكرش زعما راه حتى هما تيلفوا المشروبات الغازيه ماشي المياه الغازيه كلهم انا هادشي علاش قلتها باش كلهم فيهم الغازات. حلوه ولا ماشي حلوه كلهم مشروبات غازيه. طيب انا رجع مكان النقطه من بعد وما بالوجبات يكون افضل بعد ما ناخذوا رشيد من ورزازات. سي رشيد السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح النور يا سيدي، مرحبا. لاباس عليك. تفضل سي رشيد، مرحبا بك. بغيت نهضر مع الدكتور لازيك على حساب لاكود، ندير لاكود. اييه السلام عليكم سي رشيد، انا معك. وعليكم السلام دكتور، بخير لاباس؟ الحمد لله ربي يخليك، انا تنسمعك. لاباس خير. عندي مشكل ديال لاكود. اييه. دوزت عند الطبيب قال لي ديال التحاليل ما درتهمش درت ريجيم حيت اللحم. الو اسمح لي، دوزتي عند الطبيب وقال لك دير التحاليل، ولكن باش عارف عندك لاكود، يعني عندك شي تحليله قديمه فيها هذيك؟ لا ما درتهم، انا لاكود كتخرج كيخرج فيا بزاف هذاك الديدان ديال الصحه كلشي. واش الطبيب اللي شخص لك هاد لاكوت يعني كدير ديك خيز دوغوت؟ هو هو قالها لك غير بفمه بحال هكا، يعني بالتقليبه الفحص السريري. اي دار لي الفحص كلشي وقال لي عندك لاكوت. واخا هازي دابا حيت اللحم كلشي اللحم حيتها درت الريجيم دابا الوقت ما كليت شي حاجه كنتغير بحال الا العروق ديالي كيتغير كلشي. الوغ النصيحه اللي تنصحك السي رشيد هو من الاحسن هذيك التحليله ديال لاسيد يوريك مهمه باش كنتاكدوا من انه لاكوت والكميه ديال هذيك لاسيد يوريك اللي عندك في الدات، لان الا كانت الكميه كثيره راه يمكن غتحتاج غير واحد الدواء باش يعاون يصفي الدات ديالك. الا كان لا عطاني الدواء هذاك الصغير عطاه ليا استعملته بلا تحليله بلا تحاليل. داكور لا تحليل مهم، لا تحاليل مهمه نسيدي، لانه يقدر نورمالمون باش توصل انه دير ديك خيز دو غوت، يعني دوك بحال ازمات ديال لا غوت، راه يعني الكميه ديال لاسيد يوريك كتكون عندك كثيره في الدات. الا كان بحال هكا من الاحسن خصك تاخذ الاحتياط ديالك وحتى المعايير ديال الدواء باش نعرفوا قليل ولا كثير ولا بالضبط واش قدا ولا ما قداش، حيت الا كانت طالعه ملي كتاخذ الدواء راه كترجع عادي، يعني كيهبط داك النسبه كتهبط تقريبا 100%، يعني الدواء راه الي افيكاس، غير خاصنا نعرفوا هذا، حيت بعض المرات كاين حيت لي كريز دو غوت راه كيقدروا يشبهوا الحوايج اخرين، يعني يقدر يكون شي حاجه اخرى واخا كنت كتاخذ الدواء وهي لا غوت، ويمكن كاينه شي مشكل اخر ولا شي حاجه اخرى. دونك خصو يدير التحليله ديالو كما طلبوا الطبيب. من الاحسن من الاحسن. طيب سي رشيد شكرا جزيلا. الوغ سي رشيد انا نقطه، حنايا ما تنبغيوش نمنعوا على شي واحد شي حاجه حتى نكونوا متاكدين 100%، ماشي غتجي عند شي واحد وتقول له لا ما تاكلش اللحم وانت باقي كاين الشك. من الاحسن دير التحليله ديالك باش تعرف راسك فين غادي. واخا شكرا.
ما كاين مشكل. شكرا لك سي رشيد من ورزازات. طيب سلامنا المستمعين ديالنا كاملين، كنواكبوا معكم دائما الاجواء والتحضيرات، ودائما تحيه كبيره للمستمعين ديالنا والمتتبعين ديالنا في مختلف فئات العمريه، وخصوصا كناكدوا على المسنين ياك وكبار السن والناس اللي قلنا فترات ديال الحج ايضا غنهضروا عليها حتى هي، احتياجهم للسوائل ترطيب الذات، شنو المنصوح ياكلوا تغذيتهم ياك دكتور، كيجيو بزاف استشارات اكيد هذه الاجواء ديال الحج الحمد لله الناس اللي متبعين تيجيو تيسولوا تيقول كي دايره الصحيحه ديالي شنو الوغ تيسولونا على كيفاش الماكله وسورتو الدواء اللي غيديو، هذه نقطه مهمه، لان ملي تتمشي تما الحمد لله داك المقام راه مقام مكرم، ولكن كاين درجه الحراره شويه كثيره دونك راه كتفوت كتكون كثيره، كاين ناس مخلطين، يعني انا ننصح المغاربه ديالنا ان شاء الله اللي غاديين هذا العام هو كمام ياخذوا الاحتياطات، يعني الكمامه راه واخا ماشي كوفيد واخا ما بقاش هذا راه الكمامه تحمينا من بزاف الامراض اللي معديه، دونك ملي تكون في ديك البلاصه عامره الا قدروا يديروا الكمامه باش يحدوا راسهم، ما ينساوش الماء يشربوا الماء بالضبط، هذا هو النقطه ضروري. ترطيب ديال الماء يعني الماء اكثريه الناس المسنين يعني تيكون عندهم حتى راه كيما العمر تيكبر شي شويه حتى الكلاوي تيعياو شي شويه، يعني ما نزيدوش نعيوهم بقله الماء، ملي تنعطيوهم الماء راه تنريحوهم، ونقطه هي مهمه، الناس تيقول لك ملي تنشرب الماء تندخل للمرحاض، وراه هادي طبيعي راه بالعكس راه خاصك تفرح ملي تدخل المرحاض ويكون داك التبول بالنسبه مزيانه، يعني غير ما تخافوش من هادشي، والحمد لله الواحد تيتوضا وتعاود الوضوء هذيك راه من السنن ديالنا وفيها اجر ياك دكتور. طيب نرجعوا للترطيب تاعنا، نرجعوا كذلك حتى الاجواء ديال عيد الاضحى، استهلاكنا للسوائل، الفواكه اللي كاينه كذلك موسميه، خلط اللحوم مع الفواكه شي يقدر يعطينا كاضطرابات في الجهاز الهضمي؟ قبل ما تجاوبني على السؤال معنا سميره سريعا من صفر، ذكرنا حب الملوكه وصفر بال. اهلا وسهلا سميره. اهلا وسهلا اختي سميا، لاباس عليك؟ اخيرا جات لي الفرصه باش مرحبا بك حبيبتي، مرحبا بك. شحال من شحال هذه وانا كنحاول وما كيشدليش الخط. مرحبا بك، سعادة اليوم في هذه الأجواء ديال دكتور إكرام حلولين، الحمد لله كانت البركة ديالها. كاين شي خير الحمد لله في الصفرو؟ قعدت كثيرا اللي كيدوزو معاكم ومتبعاهم الله. مرحبا مرحبا. تخيرهم. بان شوية حب الملوك، بان الحمد لله الخير، كاين فواكه. مازال غالي مازال غالي. مازال غالي. وخذي يا حبة. والله لا مازال غالي. ما تقتيش. انا صراحه باقا ما تقتوش، انا باقا ما تقتوش صراحه. ايوا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، الله يرزقنا يا ربي ويجعل الخير ان شاء الله. تفضلي على كان صار الدكتوره لا يجرها بخير، فاش كنكون يلاه كليت كنشرب كيجيني العطش كيجيني الجوع. يلاه كليتي كتشربي الماء كيجيك الجوع؟ اه الوغ لا سميره، شنو العمر شحال العمر ديالك بعدا؟ دابا 40، انا حاسبه 40 لحقاش زيد في 82 غيكون هي هذيك تقريبا 40ات دونك الحمد لله باقا صغيره. نورمالمون ما تتبعي لا على دواء لا حتى شي حاجه، ما عندكش شي مرض مزمن ولا شي حاجه السكري ولا شي حاجه؟ لا لا ما زعما صحيحتك بخير، حيت نورمالمون حنا فاش غير القر ديالي كيبقى كيزدح بالزربه كيبقى يضرب 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 مثلا فاش كندير شي مجهود كيبقى يضرب ولا طلعت في العقبه ولا هاد ماشي هذا ماشي الا ما كانش ما تيبقاش تيضرب زعما مده طويله ما تخافيش منه، سي نورمال الداس ديالنا راه فاش تنديروا مجهود شي شويه خاص غير ملي تترتاحي تهبط. الوغ السؤال ديالك على حسب ما فهمت دابا تيجيك الجوع تتاكلي ها ملي تشربي الماء بحال الماء تيهبط لك داكشي ما تيعاوديش في البلاصه كيجيني الجوع ملي ناكل. شحال الوزن ديالك تقريبا؟ غادي تكون داك هكاك. دونك الحمد لله صحيحتك مزيان، عاودي كولي كولي خديري تحاولي الوغ هو من الافضل الماء تتخد من بعد الماكله ماشي قبل، في واحد كاس كبير في الصباح مثلا لا كنشرب على الخوافه فاش كنوض الصباح كنشرب داك الكاس هكاك بلا مزيان تغريق. مزيان هذه قاعده كناكل عاد كنشرب ما كناكلش فلوس مزيان اما ديك الساعه غتزيدي سوا الفاكهه ولا غتزيدي شي حاجه سوا الكميه اللي تتاكلي يعني ما تتكفيش الحاجيات ديال الداس ديالك سوا نورمالمون هذا ماشي مرض زعما ماشي شي حاجه اللي هي لا ما كانت لا رضه لا تقيه لا تخمه لا يعني راه الداس ديالك باقا كتطلب انه تاخدي كتقسمي الوجبات ديالك وصافي ما تخافيش هذا ماشي مرض. لا كناكل في الوقت الماكله عندي في الوقت ماشي ناكل اييه فطور وغدا وعشاء لا انا كل في الوقت
دونك مني غتجي مني غتزيدي داك الماء غتزيدي شويه ديال لي فروي الفواكه باش كوم سا تكملي الوجبه ديالك وصافي. وصافي لا جات بخير الدكتوره. مناش خفتي يا سميره؟ مناش خفتي؟ خفتي مسكر زعما كيجيك العطش مع الجوع؟ فاش مناش خفتي؟ قولي لنا بالضبط شنو مناش التخوف ديالك بالضبط؟ زعما على السكر وصافي. على السكر؟ لا حسيت بها خايفه من السكر. هادو ماشي الاعراض ديال السكر نورمالمون، ولكن الا حسيتي الا سبحان الله دابا قلتي لي الوزن 60 على حساب ماشي زعما ماشي ضعيفه بزاف ماشي هذا ما عندكش مشكل، ما كاينش مشكل ديال التبول بزاف كتدخلي للطواليت؟ لا ما هادي لا شربتي الماء بزاف. لا لا شربتي الماء بزاف راه تيخوي بزاف. لا ما تخافيش، الا كان عندك الشك غدير هذيك التحليله غير العاديه ديال في الاسبوع باش تعطيك فكره تكوني هانيه، ولكن راه ماشي الاعراض هادو ديال السكر. ما كتجيك ملي كتاكلي ما كتجيكش السخفه ولا بحال الرضا ولا شي حاجه؟ لا مره مره كتجيني داك الدخان الليل، كتجينا داك الدخان ما عرفتش بالعينين ولا من. شوف دير التحليله ديالك ديال الاسبوع العاديه باغا غتلقاها عاديه غنتهناو، ما غنبقاوش نخمو لا في سكري، لان بعض المرات الناس كيبقاو خايفين من شي مرض وهو راه ما كاينش كاع. تحليله غتهني على راسك وديك الساعه غتاكلي عادي ما تبقايش، لان حتى الخلعه حتى هي كدير الدوخه، يعني ما كاينش ماشي غير السكر. يمكن مشكل ديال الخلعه هو اللي مبرزط اكثر. يا الله 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 احنا لقيناها صافي احنا خفناها الحمد لله ما مواكبة طبية دابا سمير. اش هادشي اش خليك اختي وانت في صفر وبلاد هذا او زوينه والطبيعه؟ ايوا لازم يا ما كحسيت والله. لا ما عندكناش تخافي، الله يزيد في الراحه ان شاء الله. طيب حبيبتي سميرة شكرا لك على المكالمه ديالك، نهارك مبروك. سريعا غنرجعوا الاجواء ديالنا وغادي نرجعوا الاتصالات. امينه من برشيد، السلام عليكم امينه. سلام، كي دايره سميه لاباس؟ لاباس عليك حبيبه، كي دايره انت؟ كي دايره مع الصحه؟ الحمد لله. وانت بديتي شي تنقه ديال العطريه؟ بديتي شي اشواب؟ امينه كنسمعوك. بغيت نسولك عفاك على المعده، راني المعده كضرني المعده بزاف، وكتجيني بحال واحد الدرديكه في فم قلبي هنايا في المعده، دقات فم قلبه. اييه واش هادشي اها وكان واحد الخطات كدر لكل شي حاجه بحال مثلا شعريه ولا شي حاجه كنضرب وكيطلع لي الطونسيون. وتعيلي عندك هاد الاعراض اللي هي دي ديال المعده بالضبط، ولكن خاصك من الاحسن تشوفي استشاره طبيه في المدينه اللي انت فيها باش كومسا تهني على الصحيحه ديالك. يقدر يكون غير التهاب خفيف ديال الجهاز ديال المعده اللي خصو يداوم. هادو هما الناس اللي تنقول لهم من الاحسن يدوزوا قبل ما يجي العيد الكبير باش تقدري تاكليه بخاطرك. ما ناكل كاع بنكتي هذاك العيد كاعطي كوليسترول ما كناكلش، كنشريها الحي من الدجاج وصافي. ايوا الحمد لله الحمد لله. المهم هو الواحد يكون مجموع العائله. نسولك هذيك الدقه اللي هذيك الخفضه اللي كتجيني واحد الخفضه مره في فم قلبي في فم القلب هنايا في فم المعده كتضربني شي ضربات واعرين دق 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 وتمشي ما عرفتش شنو. تقدر تكون هاد الضربات يقدروا يكونوا بزاف، وهو واحد العضو ديال بزاف ديال الاعضاء، يقدر يكون القلب، يقدر يكون المعده، يقدر يكون الهضم ماشي بطريقه منتظمه بزاف، ماشي غير حاجه وحده اللي كدير لنا هاد الدرديكه. دونك من الاحسن الطبيب يكشافك، مشيتي دوزتي في اللي لقى لك كوليسترول قال لك ما كاينش شي حاجه دار لك شاف لك قال لي الاعصاب، قال لي الاعصاب بنتي، قال لي الاعصاب والحمد لله. يعني شنو اعصاب ما عرفتش كما يقول قوله العصبي يقدر يعني الحمد لله ما كاينش شي مرض اللي هو يعني بحال العصب تيشد لك في الاعضاء كيشد لك في المعده، وخاصك ترخي راسك شي شويه. راه هذا سال العصب عنده الدواء ديالو دي، يعني الطبيب ديالك راه خصو يعطيك الدواء باش يرخف عليك باش الدواء ديال العصب. ولكن قال لي ضروري خاصك تمشي عند مول القلب. قلت لي انا ما كيضرنيش القلب، قال لي يعني هاد الخفقات خاصنا نشوفوا القلب. ومن الاحسن وهو اللي غيعرف شريفه، لان الا قال لك خاصك تمشي تشوفي طبيب القلب يعني راه من الاحسن تمشي ديري التخطيط ديالك غير باش تعرفي دقات القلب كي دايرين. ماشي تبقاي تقولي لا راه غير العصب، راه حيت هذا الغلط بزاف ديال المغاربه تيطيحوا فيه، تيلصقوا كل شيء في العصب وتيخليو شي مرض ديال الدقات ولا شي حاجه تبقى غادي تتزاد. دابا باش نصحوا لالا امينه تعاود ترجع للطبيب؟ مشيت عند مول القلب، دوزت عند مول القلب قالت لي ما عندك والو، قلت لها راه
ديك هنا في القلب دي في المعده ديالي قالت لي ما عندك والو خرجت لي الدو صافي عندنا حنايا واحد شي عندنا واحد الطبيبه هنا في الطاس ما برشيد ماشي تلي لا والو لا مين لا والو والله العظيم درني خرجت لي واحد الدواء خرجت لي واحد الدواء ودرني وعقبت ليها وما استقبلتنيش هذيك اللي باركة اللي كت اللي كت اللي معاها هي اللي خرجتها وقالت لي سيري تضرك سيري حيلي صافي واخا لامين وشوفي عاودي رجعي للطبيبه الله يرضي عليك بدلي الطبيبه ديالك امينه لا ما ارتحتيش راه كاين الاطباء بزاف في المدينه ديالكم حاولي تشوفي طبيب اخر باش تفكي المشكل ديالك ما تبقايش مبرزطه على ود هادشي لان ماشي شي حاجه الحمد لله اللي عليك درتي مشيتي للقلب مني حيدتي الطبيب اختصاصي ديال القلب كان مزيان يعني راه يعني الحمد لله ما كاينش خطوره كثيره والله زيد فرحتك لالا امينه وشكرا على روحك زوينه وسلام من قال المستمعين ديالنا تبارك الله شوف كثرت المكالمات ما كملناش حديثنا على العيد مرحبا ما هضرناش على الكبير هضره الكبير خليتيها دوينا على العطريه ياك دكتور دوينا على اتاي دوينا على المشروبات الغازيه طريقه الطهي ما هضرناش عليها طريقه الطهي قلنا تقريبا انه من الاحسن يكون في الفاخر شويه ولكن الا بغينا نحافظوا على لي نوتريمون يعني هذوك الامتيازات اللي تنستافدوا منها اللي هما الفيتامين لي فيتامينات و ما خاصش اللحم يكرم ينشف من تينشف بزاف راه تيمشي داكشي كله ديالو وعندنا شنو الطريقه الاخرى نبخر نبخر حتى هو من الاحسن طرق ديال وما يتحرقش مثلا ملي كنشويوه افكتيفمون ما يتحرقش ما يكونش كارم هي هذيك تبقى فيه داك بحال لو جو ديالو ولا العصير ديالو يعني تبقى فيه داك الفوائد ديالو شي يقولوا ما طيبش عاود لا هذاك الناس الحاملات بوحدهم طيب دكتور غادي نديروا حلقه خاصه على التجميد ما هضرناش عليها شنو الانواع ديال اللحوم اللي تقدر تجمد فين غادي نجمدوا طريقه التخزين بطبيعه الحال ايضا اللحم في مناطق ديالو مختلفه كل نوع وكيفاش كفته ماشي هي اللحم ماشي هي بالضبط متفقين ان شاء الله نديروا له حلقه بوحدها ديك على الرسول مطولين باقي العيد طويل ان شاء الله يلا بالتوفيق ان شاء الله للجميع شكرا لك دكتور صراحه على حضورك معنا دكتور اكرم الحلولي دكتور اختصاصي في الجهاز الهضمي والتغذيه وسلمي بطبيعه الحال كاع المستمعين ديالنا تفضل حبيبتي كلمه تختمي منها هذه الفقره هذه والحمد لله الحمد لله لقاو جميع المغاربه يوصلوا للعيد الكبير بصحيحتهم وتنعاود ناكد على الوقايه خير من العلاج اللهم نحضيو شي شويه نخفوا يدينا وباش كومسا ندوزوا العيد تكون عيد ديال الفرحه ديال الناس مجموعين ونصدقوا فيه ويكون الفرحه على العائله كامله ان شاء الله يا رب. شكرا لك حبيبتي غادي نمشيو فاصل قصير واكيد فقرتنا ما زالت بالصمت